هاي اللعبة اللي أنا كنت داخلها نفسي أعرف نفسي أعرف اطلعوا كيف صار وجهي اطلعوا كيف صار شعري اطلعوا كمان ظهري إيش ماله أنا كنت داخل في لعبة انهيار صعبة جدا جدا اطلعوا سيارتي كيف صار شكلها سيارتي اتدمرت تطلعوا هذا العنكبوت العملاق اللي موجود ورا سيارتي والله اشياء غريبة وعجيبة خليني انا الان بدي اتقدم واخيرا انا اقتربت اني اوصل الى المنزل تبعي عشان بدي احكي لسوسي ولزعرور عن المغامرة اللي انا اجتزتها اليوم خليني اسوي مثل اصف سيارتي في هذا المكان اخ والله تكسرت بعده بدي انام انا بدي انام ايه بابا ايش مالك هي يا احمد اللي صاير معك مسوي حادث بابا 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 ايش مالك يا زعرور مش شايف ابوك متكسر ومتدمر جالس بتقفز على على السرير تبع <applause> نعم يا بابا شو صاير معك؟ يا احمد يعني, يعني انت شو اللي صاير معك يا احمد؟ بعد عندي من عندي يا زعرور بعد يا بابا ايش مالك؟ يا سوسي انا كنت داخل لعبه لعبه صعبه كثير كثير اسمها لعبه الانهيار هي <applause> يعني انت هيك متكسر من لعبه نعم من لعبه من بس مش اي لعبه لعبه كثير كثير خطيره يعني بدها تكون مرعبه هيك يا بابا بتسوي في مثل هيك؟ نعم يا زعرور بتسوي اشياء كمان اصعب من هيك. <applause> والله انها مضحكة كثير كثير الاشياء اللي بتحكيها، هي تخلونيش اعصب، انا الان رح احجز وراح احكي لهم انه رح اجي انا وزعرور وسوسي ماشي؟ ماشي ماشي، <applause> راح نفرجيك انه هاي لعبة سهلة كثير كثير، طيب خليني اجلس، خليني بدي ابعت لهم انه انا والسوسي وزعرور راح نروح على لعبة الانهيار يعني انت خايف من لعبة الانهيار تطلع شعراتك مثل القنفذ صرت يا احمد نعم يا بابا والله زيك زي القنفذ خلص تتبل علي لا تتبل علي مثل يعني مثل اللي في الصورة <applause> مثل اللي في الصورة يا سوسي تعال اكسر راسك <applause> ايه تعال تعال خلص خلص تعال والله اكسر راسك خلص بمزح بمزح يا احمد <applause> لا تمزح ولا بطيخ اركبوا معاي خليني انا الان بدي اوديكم على هذا التحدي وبدي اشوفكم راح تقدروا على هذا التحدي ولا لا اكيد يا بابا راح نطلع طلع شعراتي بابا طالع طالع شعره من السيارة قد ما صير مثل القنفذ لا ضلك تتبل علي يا زعرور لا ضلك تتبل علي يا قنفذ يا قنفذ الان انا راح اشوفكم وانتو جالسين بتتعذبوا بداخل لعبة الانهيار راح اوديكم عليه وراح افرجيكم يا متابعينا الرائعين هيا بنا لا تنسوا الاشتراك في هاي القناة هيا بنا الى لعبة الانهيار يلا يلا هينا دخلنا في هذا التحدي تحدي لعبة الانهيار يلا يا بابا انا جاهز وانا جاهزة وانا كمان جاهز يلا يلا الان لازم تطلع كل هاي يا بابا سيلة يعني بس بدها يعني اقدام تكون قوية إيش شو هاي القادمة شو اللي جاي علينا اقدام قوية قلت لي اه انت الان رح تشوف الاشياء اللي رح تسقط على راسك واو واو لازم ما تجي فيكو لازم ما تجي فيكو يا بابا انا ال... انا الثاني وانت الاول نعم نعم دير بالك من المعالق اه لا, لا 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 ايه يا بابا والله خطيرة والله كانت راح تجي علي اوه دا سيطر على الوضع والله يا بابا انا وياك سقطنا نعم نعم الدم تبعي فقط يا ويلي بعد بعد عني يا شوكولاته الدم تبعي فقط 20% بتسلخني كمان واحده خلص بودع الملاعب يا ويلي المعلقه قادمه الشوكه قفصت من فوقيها اي انا خسرت شو بتحكي يا سوس خسرتي يا بابا انا جنبك يلا يلا خلينا نتقدم خلينا انا اجي على أي واو يا ويلي والله خطير اي, آي. لا, لا 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 ويلي شو والله لعبة الانهيار لعبة خطيرة جدا جدا ولازم احنا نركز في كل ثانية منها خليني أستناي في هوني في مصاصة قادمة خليني خليني انا اقفز هيو يعني وقعوا اثنين اثنين من امامك، نعم شايف يا سوسي انا رح اوصل الى النهايه، خلينا نشوف يا ويلي، يا بابا انت رح تفوز يعني في احلامك، رح احاول يا زعرور، خلينا نشوف زعرور، يا بابا انا خسرت، شو خسرت ما خسرت معقول خسر زعرور؟ نامينا احنا اثنين بالاسفل خلص الدم تبعنا، يا ويلي والله انتو يعني صعبين كثير كثير خلينا خلينا نتقدم مثل ما أنت شايفين على الاول على الاول لا 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 كانت قادمة علي خليني انا اشوف الان خليها تنزل حبة الدونت هاي خلينا تقدم اوه لا 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 منيح ما مصابتني يا بابا يلا انت تستطيع <تصفي> واو فوزت 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 لكن انا مركز ثاني مركز ثاني مركز ثاني <applause> عاد يا بابا المهم انك فايز <applause> نعم نعم شايفين انها صعبة والله يا بابا طلع كلامك صحيح والله طلعت صعبة <applause> لك يا زعرور يلا 9 ثواني وراح ندخل في هذا الجيم يلا يلا خلينا الآن نجعل على هذا المكان طلع طلع هون في لعبة جميلة عشان تنتظروا يلا الآن انهيار الجليد يلا هيني أنا معك يا أحمد أنا ليفلي أربعة أنت ليفلك صفر يا سوسي لا تتهبل علي ماشي يا بابا سيلى هاي طلعنا في أي إشي بينزل شايف الآن رح تشوف ايش في أوه والله في أشياء بتنزل عني. خليني خليني انا اجي هون والله اشي خطير جدا جدا والله نام طلع اشياء خطيره خليني انا اجي هون بابا بدي اشرب من الثلج <applause> والله لذيذ يا بابا هاي في واحد امامي لازم اني اركز ولازم اني اشوف وراي يا ويلي هيني انا وراك اخ بدي اسيطر على الوضع لا 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 اخ دمي صار نقص 25% والله وانا يا بابا خلينا احنا الان نتقدم في سكه قادمه علي لا يا ربي والله صعب كثير كثير هاي اللعبه خليني انا الان اشوف من البعيد والله مكعب جليد ايه والله يا بابا كان سلخني، شفت هالاكل انسلخ؟ والله في اشياء بتنسلخ منيح ما لمستني، انا هيني جالسة بتقدم وهيني شكلي رح أفوز يا أحمد، إن شاء الله تفوزي يا سوسي، يلا يلا، خليني أنا الآن أتقدم، بابا جاي الكرة على اتجاهك، أووووووووووووووووووووووووو، والله قريب جدا، لا يا ربي، يا ويلي والله أنا خايف كثير كثير إنها تيجي علي هذول الأشياء اللي جالسة بتنرمى، خليني أروح على اليسار بعد عنها بابا والله ايش خطير هيا خلص الاول راح المركز الاول اوه وهي انا راح اجيبها أوه يا ويلي سويتها رائع رائع يا بابا هيني انا راح اجيب المركز الرابع واو انا شكلي مش راح اجيب شيء لا يا ويلي رجعت 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 بابا وانا رجعت كنت انا قريب من خط النهايه يا ويلي يا بابا يلا يلا معانا 49 آخ ودعت الملاعب أنا ودعت الملاعب دمي فقط 5% وكمان 10 ساعات راح أوصل فخلص أنا بستسلم أنا بستسلم وخليني أبلع هاي يا ويلي ما إجت فيي بابا سويتها وأنا مركز رابع يا بابا يا بابا تعالي خذيني معك يا ثلج والله ثلجات هذول بطلوا ياخذوني حتى معاهم تعالي أنت اه؟ يا ويلي بدي أجيبه بطلوا يجوا فيي يا أحمد ليشك هيك يا سوسي ضايل 25 ثانية مستحيل اني اقدر اجيبها بابا انت تستطيع انت تستطيع 20 ثانية اعتبرها كثيرة اوه كثيرة مين والناس نايمين سحلت وخسرت يا زعرور يلا عادي يا بابا حظا اوفر في الفترات القادمة نعم نعم لكن بوعدكم الان رح اخذ المركز الاول طيب يلا بدنا نشوف بابا بدنا نشوف اذا انت رح تاخذ المركز الاول ولا لا طيب رح افرجيكو خلينا انا اطلع من هون طلع طلع والله حلوة هاي اللعبة حلوة يا سلام هيني جالسين احنا بنلعب نعم نعم يا سوسي في كانديز تعالوا كل كانديز مش وقت الكانديز الان وقت الشوكولاته خلينا انا الان اقفز بسرعه بسرعه وابعد عن الانهيار الشوكولاتي مثل ما انت شايفين الان راح تنهار علينا وتنهال علينا كميه من المعالق كميه من السكاكين كميه من الشو الاشواك كميه لا تعد ولا تحصى خلينا الف وجه واشوف يا بابا هيني احنا احنا جنبك يا بابا يلا يلا مثل ما انت شايفين الآن إحنا لازم نركز لازم نركز يا ويلي لازم إنه الآن نبلش ينزل على رأسنا الدونات بعد عني يا حبة الدونات الآن لازم نركز خلينا أشوف هون يا ويلي والله أنا كتير كتير خايفة يا أحمد وأنا كمان يا سوسي بس لازم يعني أنا أجيب المركز الأول طلع أنا المركز الثالث ولحد الآن ما خسرت ولا مرة هذا اللابس أزرق قوي جدا جو جي... والله انسلخ اللي جنبي المسكين أوه. يا بابا انا مش عارف شو بدي اسوي مش قادر مش قادر اوه يلا 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 خلينا انا الان اسوي مثل هيك وووووووو كانت قريبة علي اقتربت الى خط النهاية مثل ما انتم شايفين خلينا بعد عن الكانديز كانديز يمين كانديز يسار خلينا اجي هون واو والله اشي خطير جدا جدا خلينا اسوي مثل هيك يا احمد بتعرف مين بنزل على راسك انت يا سوسي نعم أنا اللي كنت بنزل على راسك، <تصفح> معقول هذا الكلام؟ نعم نعم، <تصفح> يا ويلي يا سوسي يا شريرة، أنت اللي كنت تنزل على رأسي هذول الأشياء، نعم أنا اللي كنت أنزل على رأسك، وأنا يا بابا وأنا، واو والله يا زعرور يا سوسي مضحكين، لكن هيني أنا رجعت، شفتوا مين بنزل على رؤوسكو هذول الكانديز، نعم شفنا طلعتي أنت يا سوسي، والله إنك أنت سفاحه كثير كثير يلا يلا على اللي بعده خلينا احنا الان ضايل طلع طلع هاي زعرور يا بابا والله انا اتدمرت اتدمرت يا بابا بصراحه خلص خلينا اسوي انا مثل هيك يلا يلا معانا خمسين ثانيه الان احنا بدنا نتمتع هون والله يا احمد اللعبه هاي تبعت الانهيار صعبه وكنا احنا مفكرينك جالس بتتهبل بس احنا اللي طلعنا بنتهبل احنا بنعتذر عادي عادي يا سوسي انا قبلت اعتذارك اعتذارك رائع وانا قبلته يا سلام والله اللعبة لعبة جميلة نعم نعم يا سوسي سقط من الطابق الاول خلينا نرجع على الطابق الاول سقط من الطابق اللي بعده حتى لكن هيني رجعت الى الطابق الاول يا بابا هيني انا سويتها ضايع العشر ثواني وبندخل في التحدي اللي بعده نعم نعم يا زعرور عشرة تسعة هي متابعين بتقدروا انكم تشتركوا في القناة فقط في هذول الست ثواني ما بعتقد بس خلي والكمية كمية مشتركين اسطوريين طلعتوا انتوا بتقدروا تشتركوا بسرعة كبيرة جدا جدا أنا. نعم يا بابا بالتأكيد دولة متابعينا مثل سبايدر مان ومثل ذا فلاش الاسطوريين السريعين نعم بكل تأكيد متابعينا من اقوى المتابعين في هذا العالم يا زعرور انت ما بتعرف والله يا بابا بعرف والله طلعوا قويين على الاخر يلا بسرعة بسرعة هوني انهيار الثلج لازم انه نركز خلينا نقفز بسرعة بسرعة طبعا مثل ما انتو شايفين بابا انا اللي برمي انت اللي بترمي نعم يا بابا هيني جالس برمي عليكو الاشياء الرائعه طيب شو رأيكو نشوفها من منظور زعرور هيا بنا شوفوا شوفوا هيني انا بنزل بقدر اني انا اوقف هيني وقفت التنزيل وبقدر اني افتح التنزيل انا زعرور الاسطوري انا زعرور الاسطوري هي بدي اخذ من هذول بدي ارميهم بدي ارميهم ما عيني برمي برمي والله لا رمي كل شيء اقع خذوا هاي خذوا هاي والله لا بهدلكو انا هو زعرور خذوا هذول الثلاث مع بعض مثل هيك اوو يا ويلي والله يا زعرور انك انت اسطوري تعالوا لهون على هذا الجنب على هذا الطرف تعال انتي عملاقه هاي وقعتها هاي تعالي انت كمان اوه ايوه اول وحده فازت فازت هذا تعالي انت لهون انت بدي اوقعها على رؤوسكو يلا يلا امشي انت امشي بسرعه بسرعه اوقعي اوقعي اوه والله يا زعرور انك انت اسطوري شكرا لك يا بابا خليني فزت يا ماما انت فزتي كمان وانا قادم الان يا زعرور هيني جاي يا بابا كيف كيف هيني جالس برمي بس يعني صعب كتير كتير الترماي نعم يا زعرور لازم قوة ترماي خلينا ارمي من هدول انا جالس برمي هدول الاشياء الصعبة نعم نعم شايف يا زعرور خلينا رمي هاي كمان والله من هذا المنظور منظور جميل جدا جدا يا ز... يا بابا نعم بعرف بعرف خليني أس... امسك هاي وانزل هاي اسحب هاي وانزل هاي تعالوا لهون بهدلتم كل اللي بداخل هذا المكان بهدلتم خلينا اسوي مثل هيك ايه يا بابا شو شو بهدلت انت مين ومين هيني جالس انا برمي معك من الاسفل يا زعرور جد بتحكي يا بابا نعم بكل تاكيد يلا يلا خليني اسحب هاي دوهاي. يا سلام هيا هذول قادمين، هي في واحد جاي بده يخرب عليه، اوه تعال 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 يا بابا يا حبيبي، وينك يا بابا يا حبيبي؟ اوه يا ويلي كانت قريبة يا زعرور، مش راح اخليه هذا يفوز، خذ لك يا ويلي ما قدرت، ما قدرت اوقفه عند حده، إيه يا ويلي أنا ما عرفت يا بابا، يلا يلا عادي عادي يا زعرور، عادي عادي، إيه هيا هي بابا، بابا حلوة كانت اللعبة، نعم كانت كثير كثير حلوة يا زعرور والله إنها من أجمل الألعاب اللي لعبناها في حياتنا الآن إحنا بدنا نعرف مين اللي بخليهم يعني يسقطوا عرفتوا كيف واو دوري أنا الآن واو وأنا الآن اللي بوقعهم خلينا أسوي مثل هيك خلينا أفعل هاي التلقائية وأودي كل المعالق هاي اللي موجودة هون الآن أنا رح أفرجيكو شو رح أسوي يلا معالق شوك كانديز جميع الأشياء اللي موجودة هون. أنا راح أوقعها إلى الأسفل مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك يا ويلي يا بابا والله أنت كسرت راسنا أكيد أكيد يا زعرور خليني أسحبهم هذول الثلاث خلينا أوقع حبات الدونت الأسطورية هاي في هون حبة هون وهي في هون كمان اسحلي اسحلي انتي هيني بدي أسحلها أوه يا سحلات يا ويلي والله من أنت أقوى واحد يا أحمد مش قادرين نجيك بالمرة بالمرة أكيد أكيد هيني سلخت واحد مبين عندي سلخت الثاني سلخت الثالث وال والله كمية كبيرة منهم هذول دمرتهم تدمير والله يا بابا انت خسرتني <applause> اوه جد بتحكي يا زعرور اه والله يا بابا قوي جدا جدا انت شكرا خلينا وقع هاي كمان يا ويلي والله انك قوي جدا جدا انت يا احمد انا بستسلم كمان يا ويلي لا تستسلموا لا تستسلموا كونوا اقوياء خلينا وقع الشا... الاشواك هذولا خلينا ارمي المعالق جميع المعالق مثل ما انت شايفين الدونات بالداخل اليوم يسقطوا واو 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 يا بابا ولا حدا فاز خلينا افوز اي واو شفت سوسي كانت على وشك انها تفوز يلا خلينا اوقع هذولا شايفين كمية الاشياء والله بسحب كل شيء انا هو هاي في هوني كمان جيلو خلينا اوقع الجيلو مثلك يلا وقع يا جيلو وقع شو بتسوي انت شو بتنتظر خليني اسحب انا هاي مثلك وقع والله يا بابا انت قوي جدا شكرا لك يا زعرور يا ويلي يا ويلي في واحد فاز في واحد فاز يا ويلي لا لا يا احمد لا خذ يا يا سوسي انا اللي فاز يا ويلي ما قدرت لا سوسي بس يلا عادي عادي ما في اي مشكله خليني اسحب هاي لورا ورا وبعدين اجيب كل الاشياء اللي معاها يلا اوقعي وبعدين مثل هيك مثل هيك والله انك اصعب واحد بشوفه في هذا في هذا الجيمات يا بابا اكيد اكيد لعبنا لعبة الانهيار كانت لعبة جميلة ورائعة ولحد الان ما فازوا ما فازوا مثل ما انت شايفين باقي 12 ثانية معقول يا بابا انهم يعني تخسرهم اكيد يا زعرور انا رح اخسرهم خلينا اسحب هاي المعلقة واجيب الكوكيز اجيب الكل الاشياء اللي موجوده هون مثل هيك فوز كان جيم جميل لعبنا فيه وتسلينا هاي لعبه الانهيار الرائعه نعم نعم يا سوسي يا سلام <applause>